هتبقى في بعض الاحيان عاطفي وعصبي جدا، بس لما تكون مشجع كره قدم من مانشستر سيتي الوضع بيختلف تماما. لو بتشوف رحيم ستيرلينج جوه الملعب وقدامك وبيضيع كور سهله في مباريات ممكن تكون الكور دي هي الوحيده اللي بتنقذك فيها، فتقعد بقى تسال نفسك هو اللي بيحصل معايا ده حلال ولا حرام ولا ايه النظام؟ يعني رحيم ستيرلينج مش هنساله ابدا كره ليون. النهارده الفرقه مضغوطه وبتلعب قدام ليدز يونايتد، وليدز يونايتد نفخه الشوط الثاني والفرقه بدنيا منهاره. نجيب بقى عم رحيم؟ لا، احنا بنروح الانفراد ونلف ونرجع تاني وناخدها بالكعب ونعمل اللي هو ليه مش كفايه ان انت ما بتبصيش غير لكيفن دي بروين رياض فاضي في الفودن فاضي في نطرس ما بتبصيش غير دي بروين عشان خاطر تاخدها تاني، يا اما كده يطلع ميسي اللي جواك وتحاول تعدي اللي هو ايه 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 ايه. فرقه منهاره بدنيا، فرقه عندها مشاكل بدنيه. لما كنا بنتكلم ان هو قدام مباراه ولفرهامبتون يا جماعه الموسم باين ان احنا عندنا مشكله بدنيه اللي مستمره معانا، بس الحمد لله بما اننا فرقه بركه شويه فجينا نظبط الدفاع ورحنا جبنا ناس النقاي ورحنا كمان جبنا روبن دياز ومع رجوع امريك لابورت بنلعب النهارده بروبن دياز وامريك لابورت. الحمد لله الباكات لسه زي ما هي ضايعه، بس مش دي المشكله، المشكله في ايدرسون. يعني احنا ظبطنا الدفاع الجون هو اللي ضرب مننا، لما الدفاع والجون كانوا ظابطين كان نص الملعب ضرب مننا الشوط الثاني عشان اللعيبه انهارت بدنيا. دورنا على قلب الهجوم ما عندناش قلب هجوم الا خميس كاكا رحيم ستيرلينج. فبقعد اسال نفسي هو فعلا اللي حصل الشوط الثاني كان ابداع متناهي من موريسيو بليسيا وليدز يونايتد، ولا ده كان الطبيعي اللي بيحصل مع مانشستر سيتي في كل مباراه لعبها السنه دي؟ يعني انا مثلا اتفرجت على ولفرهامبتون ومانشستر سيتي، ولفرهامبتون عمل معانا نفس اللي عمله النهارده ليدز يونايتد الشوط الثاني، برده مسك الفرقه غسلها حرفيا. الشوط الاول بتبقى عامل نص ساعه ممتازه جدا، بتعمل ضغط عالي، ما انتش باين انك بتلعب ال 4 1 4 1 ولا بتلعب ال 4 3 3. كيفن دي بروين بينزل هو وفيل فودن يبقوا قدام رودري اللي كان واحد من نجوم المباراه اللي بيكون نجم الاول للمباراه، وفجاه بتلاقي ان انت بعد اول 45 دقيقه مفيش. كل اللي كان بيحصل الشوط الاول ده بقى حماده، والشوط الثاني حماده ثاني خالص. تفكر انك ترجع تدافع بقى عشان طبيعي ان انت مش هتكمل بنفس الايقاع العالي، فربنا يكرمك بايه بقى؟ ان انت فرقه ما بتعرفش تدافع اساسا، يعني قررت ان انت هترجع تدافع، تمام وقفت في الملعب بقى وانا هقف ادافع، هتعرف تدافع؟ لا والله ابدا ما هتعرف تدافع، هتلاقي ان انت وانت بتضغط على اللعيبه بتاع المنافس ضغط عالي ما بتعرفش تعمل ضغط عالي، وبعد كده نص الملعب بتاعك بتلاقي ان هو مش قادر يستخلص كوره، فبتلاقي ان انت عندك مشكله وان انت مضغوط. لما تلاقي كمان ان المدرب ساعه زي موريسيو بليسيا النهارده بيتفرج عليك الماتشين الاول والثاني، فعارف ان انت الشوط الاول دي ادي للسيتي اول نص ساعه اعمل عليه ضغط عالي، كون واثق في نفسك واقف كويس قوي في الخطوط الدفاعيه، هتلاقي ان الدنيا بالنسبه لك ظبطت. اه لمست هدف في الشوط الاول، بس انا عارف كويس قوي ان الفرقه اللي قدامي دي الشوط الثاني هتنهار بدنيا. الراجل بيلعب من 4 1 4 1 بتاعته، راح عمل ايه؟ كمل من 4 1 4 1 وهطلع الثلاثي اللي تحت الفيرود وهكمل بكده. اول تغيير عمله الراجل اللي هو نزله من على الدكه بصراحه حته لعيب اللي هو عنده 20 سنه ده كان اسمه ايه؟ ايفان كارلو بوفيدا، بصراحه حته دي لعيب. سيبك من رودريجو وسيبك من رودريجو، اول كره لمسها كانت جت في العارضه والراجل قدر يشوطها من رومين دياز، بس سيبك من كل ده، نقوم نتكلم في حاجه بسيطه. راجل عارفك وعجنك وخبزك، نزل الشوط الثاني انا عارف انك بتوع بدني، هنزل ان انا بقى هجم عليك. تغييرات الثلاثه هجوميه، تدور على تغييرات مانشستر سيتي الثلاثه تلاقي انك لو في ثلاثه واربعه وخمسه وسته تغييرات ممكن تعملها عادي. كيفن دي بروين كان تعبان، فيل فودن كان جايب جاز، وراهم فيران توريس برده كان تعبان، وراهم الناحيه الثانيه مستر خميس كاكا برده كان تعبان، فكل الفرقه كانت مفترض ان هي هتغير. لا انا ما بغيرش، انا بدور على ان انا احاول ان انا اعمل نتيجه وفي نفس الوقت ارجع ان انا اكسب. مش عارف اللي هي كان بيعملها ازاي، ان انا لما فكرت ان انا انزل فرناندينيو مكان رياض محرز ده تاخير هجومي اللي هو ازاي؟ طيب في الفودن، طيب في الفودن جايب جاز، لا انا هلعب 4 3 3 في النهايه واحط في الفودن طرف شمال وهلعب ناحيه اليمين برناردو سيلفا ومهاجم رحيم. يا سلام الكلام ده بيمشي معانا؟ لا لا ما بيمشيش، حتى لو رحيم بتجيله كوره بيضيعها. انا في كوره اللي هي طلعت عندنا في الفودن لو عدت من الجون كنت عارف والله ان رحيم هيضيعها. انا خلاص يعني مش مستثمر في رحيم حاجه خالص، حتى لما جاب الجون الاول يا جماعه بيزودها، ادي واحده والثانيه والثالثه وتشوط ليه كتير برضه نفس المباراه، عمال تعدي واحده والثانيه والثالثه وتشوط. طب ليه؟ انا مشجع مانشستر سيتي فصعب ان انا اتكلم عن المباراه باسلوب تكتيكي واتكلم واجيب لك الاجنده، لان انا بصراحه مخنوق من اللي اتفرجت عليه جوه الملعب النهارده والشوط الثاني، لان انا ما ينفعش ابقى بنافس على اللقب واخسر اربع نقط في ماتشين، ما ينفعش خالص. بس هي المشكله بالنسبه لنا ان احنا عندنا لعيبه مصابين بالفيروس غير لعيبه مصابين اساسا
زي اجويرو اللي بنستنى يرجع، وزي جيسوس اللي مصاب، وزي الاسطوره الحقيقيه كان جندوجان اللي احتجناه له فجاه كده مره واحده علشان خاطر للاسف مفيش لعيبه بودا موجودين في نص الملعب. اما ليدز يونايتد فانا مش هقول لك قد ايه انا بحب ماوريسيو بليسيا، وانا قد ايه مقتنع ان الراجل ده هياخد مكان شيفيلد يونايتد، واحتمال ان ينافس على الوصول لاوروبا ليج، لان الراجل فعلا يستحق والراجل محافظ اللعيبه بتاعته. ان احنا بنلعب كورتنا قدام اي خصم مهما كان، ليفربول، مانشستر سيتي، اي خصم في انجلترا، احنا بنلعب علشان خاطر ماوريسيو بليسيا والجهاز بتاعهم مذاكرين كويس اول الخصوم بتاعتهم بيقع امتى، نقاط ضعفهم في الملعب عامله ازاي، نقاط قوتهم عامله ازاي. ففرقه بصراحه تستاهل كل خير، بس مش تخسر حاجه لو عملت لايك، ولا تخسر حاجه لو شتمت في الكومنتات، لان انا بصراحه مخنوق من خميس كاكا، واحتمال كنت كسرت الشاشه بعد الكوره اللي راحت على الفرقه، بس عادي هو ده راح مستني هيفضل عايش عشان خاطر يكررني في الفرجه على الكوره. ففي حد بيسالني بيقول لي ايه سبب الخساره من ليستر سيتي بالخماسيه؟ لو اتفرجت على الشوط الثاني بتاع النهارده هتفهم برضو ان احنا نفس المشاكل البدنيه هي وان احنا بنعاني في الشوط الثاني، خصوصا يعني ان احنا بنلاقي الفرقه وقعت ومفيش حد على الدكه، فالاوضاع بتكون كارثيه، فلو ما خلصش الشوط الاول هتتنفخ الشوط الثاني.